انا كنت عارف ان مفيش حد هيقدر على الحكايه دي الا انت. شكرا. حلو السفر المره دي يا عطيه. المره دي من باريس يا فندم. في مشكله بس يا فندم. ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ هي لا كبيره ولا صغيره، هي بايخه. سعادتك تفتكر رئيس الوزراء اللي فات او اللي قبله الدكتور حسين الاحمدي؟ ماله؟ محتاج زياره من سعادتك. ايه عيان؟ بلسانه يا فندم. لا ما بيحضرش فرح ولا مناسبه في سفاره ولا عيد وطني ولا مؤتمر ولا ندوه الا لما يجيب سيره سعادتك. بصراحه بقى كلامه غير مريح خالص يا فندم. لا حول ولا قوه الا بالله. تبقى الزياره وجبه عطيه. تمام يا فندم. اللي فكرك بيه يا رأفت باشا؟ جيت على بالي قلت اشوفك. يعني اشمعنى ما جيتش على بالك الا اليومين دول؟ انت دايما على بالي بس سيادتك عارف بقى المشاغل. رأفت انت جاي لي في حاجه مهمه. ايه هي؟ انت عارف ان سياستي الصراحه. يا ريس انت بتقول عني كلام بيوصلني عشان كده واخد على خاطر منك. كلام ايه؟ قول لي عليه ايه هو؟ مفيش مكان بتقعد فيه الا لما بتقول عني اني دخلت الوزاره غلط. صدفة عملت مني وزير واني ما بعرفش امشي لاني متعود على القفز والكلام. ومش هي دي حقيقة برضو يا رأفت؟ حقيقة بس مش كل حقيقة لازم تتقال. ما هي العزبة اللي انت قاعد فيها دي ما هي برضو حقيقة، لكن حد يعرف اصلها وفصلها ايه؟ اشتريت الفدان فيها بكام؟ رأفت حبك تفهم حاجة مهمة جدا. انا راجل طول عمري صفحتي بيضة، بلاش تلعب معايا. وحكايه دخولك الوزاره صدفه دي كل البلد عارفاها. ما البلد عرفتها منك يا فندم. مني من غيري، المهم ما حدش كذب. اعتبر نكته يا اخي. والله امال في روحك الفكاهيه؟ نكته بايخه. دخلت غلط دخلت صح. سيادتك عارف انا وضعي ايه دلوقتي. طبعا اثبتت وجودك وبقيت محل ثقه وعالي العال وبيتعمل لك الف حساب. بس يعني انا عايز افهم حاجه واحده دلوقتي. هو يعني سعادتك جاي هنا دلوقتي علشان تحاسبني؟ استغفر الله. انا بس عايز افكر سعادتك اني اتمرنت على ديك وان في حاجات غلط كتير اتعملت كانت نتائجها افضل من الصح 1000 مره. ها مش كده ولا ايه؟ انت الغلطه الوحيده اللي صحت يا رأفت باشا. انت بعد شهر واحد من شغلك معايا عرفت انك دخلت ومش هتخرج ابدا. تلميذك؟ تلميذي؟ ده انت اللي استاذ، ده انت اللي دكتور يا دكتور. عارف انا في حاجات كتير لو كنت اتعلمتها منك كان زمان هوايتي اختلفت عن هواية زراعة الطماطم والخيار. رأفت باشا انا من حق اعمل حاجات كتير، اي حاجة، لان مفيش على راسي بطل. اذا كان سيادتك اخترت الاعتكاف فيا ريت يبقى في كل حاجة، بلاش تجيب سيرتي تاني. ان دي حاجه لا هتكبرك ولا هتصغرني. واضح سعادتك؟ امر سعادتك يا رأفت باشا. فندم يا سيادة الرئيس. أمرك يا سيادة الرئيس. لا أعتبر المسألة منتهية. ربنا يبارك لنا في سعادتك يا فندم. يا فندم أرجو من سيادتك، يعني أنا هخش في الموضوع يا فندم. أنا أصلي مجهد وكنت محتاج يومين ثلاثة راحة مش أكتر. أنا آخر أجازة خدتها يا فندم كان من ثلاث سنين. لا يا فندم محدش منعني، الشغل هو اللي خلاني مش فاضي اخد اجازه. بحب الشغل يا فندم. ربنا يبارك لنا في سعادتك. لا هسافر مارينا، محتاج انام شويه.
الله يسلمك يا فندم، ربنا يبارك لنا في سعادتك. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. اسرع يا ابني شوية، اسرع شوية. مساء الخير يا جماعة، نادية مراتي. بونسوار، مساء الخير عطية بيه. ازيك؟ هدى مدام. اهلا وسهلا. انا عرضت الموضوع ده اثناء من يا ابو الامجاد، انت اتجوزت على مراتك ولا ايه؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ امال بيت بنت القمر اللي انت قدمتها على انها مراتك؟ انت مش عارف انت شغال مع مين ولا ايه؟ مراتي في البيت دي واحده من اياهم، حتى لو عايز ياكلها يشبع بيها اخر النهار هتاخد اجرتها وتمشي. عارفين رأفت رستم عمل ايه اول مره تعين فيها وزير؟ عمل ايه يا نشوى؟ كل الوزراء والمسؤولين الكبار لازم يعملوا حاجه كده اسمها اقرار الذمه الماليه. يعني ايه ده؟ ده اقرار بيكتبوا فيه كل املاكهم والفلوس اللي عندهم والذهب كله. الراجل ده كان ابيض، كتب في الاقرار ان عنده 50 مليون جنيه. وليه ورط نفسه الورطه دي؟ وهي دي ورطه يا منيره هانم لما يخرج من الوزاره. ده ان خرج يعني محدش يقدر يقول له من اين لك هذا. هيقول انا دخلت الوزاره ب50 خرجت منها ب45. العوازل يا ما قال ليه تحبوا ليه، رد قلبي قالوا ماله لما حبوا ايه. العوازل يا ما قال ليه تحبوا ليه، رد قلبي قالوا ماله لما حبوا ايه. يا جماعة انا عايز اقول ان مصر طول عمرها مستهدفة، عمرها ما كانت مستهدفة زي الايام دي. أنا مش عايز أقول أسرار، لكن ما أعلمه إن حجم التآمر اللي بيحصل علينا شيء مفزع، حقيقي شيء مفزع. أما بالنسبة لسؤال الأستاذ الدكتور صلاح موسى، إمتى هنخرج من عنق زجاجة؟ فأنا عاوز أقول إن إحنا عمرنا ما كنا جوه أزازة عشان نستنى نخرج من عنق زجاجة. أما بالنسبة لموضوع الخصخصة، أهلا 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 يا معالي الوزير، شرف كبير ليا تشريفك النهاردة. عشان تعرفني غالي عندي. كنت غالية زمان. اتفضل. وحشتنا يا عطية باشا. انت وحشة كل احلام هانا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. بقيت تتخالي علينا بالسهرات والليالي الحلوة. السهرات والليالي الحلوة موجودة، بس جنابك ما بقتش فاضي.